بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بجعلنا من أمة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربنا لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالهدى ولك الحمد بالعافية ولك الحمد بالتقى ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة لك الحمد بآلائك التي لا تنتهي ولك الحمد بنعمك التي لا تعد ولا تحصى لك الحمد بحنانيتك ولك الحمد بمنانيتك ولك الحمد بأفضالك ولك الحمد بإحسانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات شهادة ترفعنا وشهادة تجمعنا وشهادة نحو العلا تدفعنا شهادة سيبقى يتردد في الكون صداها ولن ينقطع على مر الأزمان نداها ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره الفاسقون أقوى من كل شيء أبقى من كل شيء أعلى من كل شيء أغلى من كل شيء رباه إن السيل قد بلغ الزبا والأمر عندك بين الكاف والنون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين رباه إنا مثله في شدة فارحم عبادا كلهم ذنوني وأشهد أن بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى سيد السادات وإمام القادات لا قائد سواه ولا قدوة إلا محمد بن عبد الله طلع في أفق الوجود بدره سطعت فيه شمسه
كان داعيا الى الله باذنه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، احسابنا الواننا اموالنا اعدادنا لا شيء، التقوى ها هنا، لغد التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا اصيخي واشهدي، انا بغير محمد لا نقتدي، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش ارغدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض عن الذين ايدوه وناصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئك هم المفلحون. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، واستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اما بعد، فيا عباد الله، يقول مولانا جل في علاه في محكم التنزيل: قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. مولانا سبحانه وتعالى يفرق في هذه الآية ما بين ايمان واسلام. الاسلام هو اداء الجوارح لواجبات هذا الدين وفرائضه، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وما يلحق بها من عبادات بدنية أو مالية يؤديها العبد وتظهر على جوارحه. وأما الإيمان فحقيقة تستقر في قلب العبد فينصبغ بها باطنا وينصبغ بها ظاهرا، فأما آثار باطنها فإخلاص نية وصدق طوية وإقبال على الله وتجرد والبعد عن كل صور الرياء او صور الاعتقاد بان مع الله ندا او شريكا او فاعلا او نافعا او ضارا في هذا الوجود، فيجعل الايمان صاحبه يعيش حالة توازن داخلي وسلام نفسي وسمو روحي. اذا نظرت اليه رأيت آثار السريرة على محياه صفاء وألقا وإشراقا وحبا وجسر تواصل ينطلق من عينه إلى عين الآخرين ومن فمه إلى قلوب الآخرين، تجد آثار الإيمان الداخلية واضحة من خلال جلسة دقائق، من خلال محادثة، من خلال مجالسة، تجد آثار الإيمان في نفسه واضحة، حتى إذا رأيته ذكرت الله، وإذا تكلم ذكرك بالله، تجد آثارا للإيمان واضحة بين جوانحه يستشعرها استشعارا عجيبا، فلا ترى فيه عجبا ولا ترى فيه حقدا ولا ترى في قلبه أنانية ولا كراهية ولا غرور ولا ترى فيه غلظة ولا قسوة،
إنما تراه يعيش جسرا للناس نحو المعالي، وتراه يعيش للناس طريقا يعبرونه نحو الكمال، وتراه يعيش للناس على حساب النفس، فيفني أيامه وأعماره وأوقاته في خدمة عباد الله وخلق الله، كيف لا وهو يحمل إيمانا برب يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإيمان وحقائقه، يقول: الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ويقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتراه واضحا في كظم غيظه، في عفوه عن الناس، في عفوه، في صفحه، في حلمه، في تجاوزه، في سموه عن على كل ما يعيشه الناس من مستويات التعامل الدنية التي كثرت في أيامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينعكس الإيمان في حقيقته في باطن الإنسان سلاما وصفاء وإشراقا وإخلاصا وصدقا وتجردا وإقبالا وألقا، وينعكس على ظاهره أخلاقا عالية وسلوكا رفيعا نبيلا لا تكاد تجد أحدا يساويه فيه. يا سادتي، حينما أقف مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها لا إله إلا الله، نحسنها جميعنا، نقولها، نرددها إما أورادا أو أذكارا أو في مآذننا أو في محاريبنا أو على منابرنا، نرددها في غدونا ورواحنا حينما نرى ما نتعجب منه لا إله إلا الله، حينما نرى مصيبة أو حدثا جللا لا إله إلا الله، نرددها خلف المؤذن 5 في اليوم والليلة، أعلاها لا إله إلا الله، لفظة تحتاج إلى دلائل. 70 شعبة، كلها شعب الإيمان وحقائقه، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، حرص المؤمن على أن يكون محيطه نظيفا، وعلى أن يكون البيئة التي يعيش بها نظيفة. والنظافة هنا لا تتعلق فقط بالنظافة الحسية، بأن تميط القاذورات والفضلات عن طرق الناس، فهذا من شعب الإيمان، إنما النظافة تتعدى إلى نظافة القلب، فنظافة الفكر، فنظافة الأسرة، فنظافة المجتمع، فنظافة ساحة الأمة. ونحن إذا كنا بحاجة اليوم أن نتكلم عن بعض أو أثر من آثار الإيمان وعن دليل من دلائله، فلنتكلم عن النظافة يا عباد الله. ثم لكي نحاكم أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونزين أنفسنا، هل يا ترى نحمل الإيمان الحق أم مجرد إسلام؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لا أعتقد أن إنسانا مؤمنا استقرت حقيقة الإيمان في قلبه كما شرحتها يقبل أن يفتح زجاج سيارته ويلقي بفضلات طعامه وشرابه في عرض الشارع. لا أعتقد أن مؤمنا استقر الإيمان في قلبه يقبل أن يقف على بلكونة بيته في الطابق الثاني والثالث والخامس ويلقي على الشارع وعلى المارة فضلات بيته متكاسلا من أن ينزل لكي يوصلها إلى مكانها المخصص من القمامة. مشهدان رأيتهما وأنا أقف على شرفة منزلي: مشهد لشاب كلفه أهله أن ينزل بفضلات البيت فيوصلها إلى مكانها، وإذا به يقف على البلكونة ويلقيها في عرض الشارع. ومشهد آخر وإذا بجار من بناية أخرى ينزل مسرعا وأراه يتجول في الشارع يحمل ما يلقي الناس من فضلات،
وينظف الشارع أمام بنايته وبنايات غيره، ثم يبحث فيرتب الحديقة الأمامية ويحاول أن يحرسها وينكش ترابها من أجل أن يرى هناك منظر جميل. يا عباد الله، النظافة من الإيمان. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عباد الله احسنوا من شأنكم ومن رحالكم، من شأنكم شؤونكم الخاصة ثيابا ومسكنا، ورحالكم المساكن والشوارع والحارات، اصلحوا من شأنكم ورحالكم ومراكبكم حتى تكونوا شامة بين الناس. ويقول بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ويقول: بينما رجل يمشي إذ رأى جذع الشجرة في طريق المسلمين، وفي رواية في طريق الناس، لا يشترط أن يكونوا مسلمين، فقال: لأنحين هذا عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم. فحمل هذا الجذع وألقاه في المكان المخصص. يقول المصطفى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. وأدناها إماطة الأذى. قد يقول القائل: يعطى الجنة على إماطة أذى عن طريق المسلمين؟ ليست الجنة مقابل هذا الأذى الذي أماطه، الجنة كانت مقابل انعكاس أثر إيمانه في هذا الخلق النبيل، لأن هذا رجل مؤمن، ولولا أنه مؤمن ما أزال الفضلات وما جمل طرق المسلمين في دعاء السفر. يا عباد الله، ألا ندعو مولانا علمنا، معلمنا، معلم الناس الخير، معلم الجمال، معلم الكمال عليه الصلاة والسلام؟ ألم يعلمنا أن نقول في دعاء السفر إذا ننطلق في الطرقات العامة، ليس في شارعك، ليس في شوارع مدينتك، بل في الطرق العامة التي تربط بين المدن والبلدان، دعاء السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. إشارة للاكتشاف والاختراع، ونظرة مستقبلية لأن تطوى الأسفار ويهون السفر باختراع أدوات السفر ومركبات السفر السريعة. أول من يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لاختزال الأوقات وللراحة في خدمة الناس في هذا الدعاء: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أجرنا في سفرنا من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والهد. من وعث يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من وعثاء السفر وكآبة المنظر. ما هي كآبة المنظر؟ كآبة المنظر أن يقع عينك على ما يشين النفس، ما يكدرها، سواء كان جمالا وترتيبا ورصف طرقات وتشجير للطرقات، دعوة للجمال. نستعيذ من كآبة المنظر، لا يقع نظرنا إلا على جميل. المؤمن جميل، باطنه جميل، ظاهره جميل، وبالتالي لا يقبل في محيطه إلا الجمال، ولا يقبل أن يقع نظره إلا على الجميل. فنستعيذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. يا عباد الله، هذا الدين أخلاق، أخلاق في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينا رجل يمشي إذ رأى كلبا يلهث، كلبا يلهث من العطش. يا دعاة الرفق بالحيوان، يا هذه الجمعيات التي ملأت الدنيا ضجيجا وظنت أنها سبقت الركبة شوطا بعيدا في الأخلاقيات، وصلت للعناية بالعجموات. اسمعوا هذه الأحاديث: بينا رجل يمشي إذ رأى كلبا يلهث من العطش، فقال: قد أصاب هذا ما أصابني من عطش. فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم سقاه فغفر الله له وأدخله الجنة. وفي رواية أخرى: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ رأت كلبا يلهث من العطش فسقته فغفر الله لها بغي
الإيمان حقائق، الإيمان أذواق، الإيمان أخلاق، الإيمان سلوك، الإيمان خلق رفيع، الإيمان عادات وتقاليد منضبطة في سموها. هذا الإيمان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. آثار الإيمان رفق، آثار الإيمان أخلاق، آثار الإيمان تواضع، آثار الإيمان لين، آثار الإيمان رحمة، آثار الإيمان شفقة. إذا وصلت إلى هذه الدرجة في الحيوان فكيف بالإنسان؟ ثم كيف فيما بيننا؟ أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم. أين نحن من كل هذا يا عباد الله؟ أين نحن من كل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته يسير بجيشه العرمرم، إذ بأمر نبوي يأمر بالتوقف، فتوقف الجيش، ثم يأمر النبي بتغيير مسار الجيش، فغير مسار الجيش لما يزيد عن نصف كيلومتر، نصف كيلومتر، ثم عاد إلى استقامته. فتعجب الصحابة الكرام، لماذا يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش المسلم الزاحف للفتح، الزاحف لقتال أعداء الله، ويؤخرهم ويعرقل مسيرهم نصف كيلو ثم يعود إلى الاستقامة؟ فلما يسأل عن السبب، أتدري ما السبب يا عبد الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كان أمامنا كلبة ولدت جراء لها، فخشيت أن أفزعها وجراءها، فغير مسار الجيش من أجل حيوان وصغاره. وفي إحدى الغزوات يقف النبي وما أرويه صحاح، ليست حكاية وقصص لتحريك مشاعر، اقرأوا سيرة نبيكم، اقرأوا الجانب الأخلاقي الإنساني في حياة محمد بن عبد الله، ثم ضعوا أنفسكم أمام هذه المرآة، مرآة الجمال والكمال والعظمة، مع مرآة اللين والتواضع والرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: إنما أنا رحمة مهداد. يقف مع أصحابه في إحدى الغزوات، إذ بقبرة ترفرف فوق رأسه، نوع من أنواع الطيور، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: من فجع هذه بولديها؟ من فجع هذه بفرخيها؟ أحد الصحابة تسلق شجرة وكانت قد بنت عشا ولها فراق صغار فيها، فأخذهما يلعب بهما أو يعطيهما لصغاره إذا عاد، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من فجع هذه بفرخيها؟ من فجع هذه بولديها؟ جاءت تشكو إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يعيدوا لها صغارها. أخلاق يا سادة، مظاهر، سلوك، سلوك لين. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فكيف يؤذى بالفضلات والقاذورات والإساءات وعلو الصوت وارتفاعه؟ كيف يا عباد الله؟ النظافة خلق من أخلاقنا وأثر من آثار الإيمان، أعلاها الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا تستهين بهذا، ولا تستهين بهذا الخلق، لأنه يعكس إيمانك، فإما تكون مؤمنا وإما أنت مجرد مسلم. جوارحك تؤدي بلا تذوق، بلا تحقق، بلا إشراق، بلا حقائق، بلا يقين ذوقي داخلي يحكمك بإيمانك. فراقب سلوكياتك وراقب تصرفاتك. نحتاج إلى نظافة أبداننا، نحتاج إلى جمال لباسنا، نحتاج إلى نظافة بيوتنا وبناياتنا وشوارعنا حتى يدلل علينا. قال: من هم المسلمون؟ رجل كان غير مسلم وأسلم، فسألوه بعد أن دخل الإسلام، قال: من هو المسلم برأيك؟ قال: المسلم برأيي من إذا رأيته رأيت الإسلام، ومن إذا سمعته سمعت الإسلام، ومن إذا مر بك فشممت عبقه شممت رائحة الإسلام. هذا هو المسلم. الناس يحكم علينا بأخلاقنا يا عباد الله. يجب أن تكون حاراتنا أجمل حارات، وبناياتنا أنظف بنايات، وبيوتنا أرتب بيوت، وحدائقنا غناء،
مثمرة مزهرة، وأولادنا في شوارعنا يلعبون بانضباط، فلا أذى ولا صخب، إنما نحن بآثارنا والناس ترقب. فإن رأوا إسلاما متجسدا انشرحت قلوب الناس للإسلام، أحبوه من خلالنا، وإلا فسينفرون منه من خلالنا ونحن المسؤولون أمام الله. وقد قال ذاك الغربي الذي أسلم: الحمد لله الذي جعلني أدخل الإسلام قبل أن أرى المسلمين، لأنه لو رآهم لنفر من سلوكياتهم وأخلاقهم. أعلم أن في الأمة كثير من هؤلاء الطيبين الجميلين النظيفين، ولكن أريد منهم أن يسهموا معنا في حملة التوعية لضبط حال أو مشروع نظافة شامل كامل نحن بحاجة إليه. وبالإضافة للنظافة الحسية، نحن بحاجة إلى نظافة القلب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بحاجة إلى نظافة القلب يا سادة من كل سلوكيات الغضب، الحقد، الكراهية. قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب ولك الجنة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وتكلم عن البغضاء فقال: هي الحالقة. فقال: أقول لكم إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، البغضاء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نظفوا هذه القلوب، نظفوها مع البنايات والبيوت، نظفوها من الأخلاق الذميمة، نظفوها من الصفات السلبية، فالحياة قصيرة. وجمال الحياة، جمال الحياة في أن تعيش السلام الداخلي، في أن تملأ قلبك سلاما على الآخر، والله حينها تشعر بطعم الحياة. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقسم ابن القيم بأنها جنة في الآخرة موعودة وجنة في الدنيا. قال عنها شيخ ابن القيم شيخ الإسلام، قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يصلح لدخول جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ إنها جنة الأنس بالله، وجنة الرحمة على عباد الله، وجنة سلامة القلب من كل وصف يكدر أو يعكر أو يقطعك عن الله أو عن خلقه. نظفوا قلوبكم يا عباد الله، نظفوا قلوبكم حتى تشعروا بمعنى الحياة، بإشراق الحياة، بقيمة الحياة، وتشعر بطعم ما بعده طعم. نحتاج إلى نظافة أفكارنا من كل اللوثات الإعلامية، من كل اللوثات الأنترنتية، من كل الأفكار الضالة المصدرة إلى أجيالنا، إلى عقولنا. نحتاج إلى نظافة بيوتاتنا من كل عادات وتقاليد لا يعترف بها الإسلام ولا يقبل بها الدين. نحتاج إلى أن نضبط بيوتنا برائحة الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الإسلام، وأن نطهرها من العادات الوافدة والتقاليد الغربية اللا إيمانية واللا أخلاقية. وراقبوا البيوت وانظروا ماذا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج أن ننظف مساجدنا وخطابنا الديني من كل خطاب فيه تزوير أو فيه تضليل أو فيه تهميش أو فيه سلبية. نحتاج أن ننظف ساحة الدين والتدين من الأفكار الميتة والأفكار المميتة والأفكار الهدامة وأفكار الجماعات والانقسامات والتناحر باسم الدين. نحتاج أن ننظف ساحة الدين من كل مظاهر الشعوذة والدجل والارتزاق باسم الدين. نحتاج أن ننظف ساحة ديننا وتديننا من كل من لبس ثوب الدين ويريدها حرفة وليس عنده مانع من أن يكذب على الله ويحرف كلام الله من أجل دراهم يجنيها، ومن أجل أن يرضي فلان أو يمسح العلان من أجل قوته. هذا الدين لا يقيمه إلا من خدمه ويهدمه من استخدمه. هذا الدين لا يمكن أن يحيا إلا إذا متنا من أجله وسقيناه سقي الدم والعرق من أجل أن يقوم على وجه الأرض. فإذا ما امتطيناه لمصالحنا ومآربنا وأموالنا ومنازلنا وقصورنا وأرباحنا الشخصية قتلناه
خنقناه، نحتاج أن ننظف ساحة الدين والتدين من كل الأفكار التكفيرية والأفكار الإقصائية والأفكار الإلغائية التي خرجت على الأمة تضللها تكفرها تجهلها تقصيها عن رحمة الله وجنة الله. نحتاج أن ننظف ساحة التدين من كثير من الصور والأفكار والقيم والتصورات والأشخاص الذين يعيثون بهذا الدين فسادا. ونحتاج أن ننظف بلادنا. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فلا أعتقد أن هناك أذى أكثر ولا أخطر من أذى المحتل الرابض على أرضنا، من قاذورات الأمريكان في العراق، ومن دنس ورجس اليهود في فلسطين. نحتاج أن ننظف ساحاتنا من الاحتلال، من قوى البغي. نحتاج أن لا نقبل بهذا الدنس، بهذا الرجس طابع على أرضنا يتحرك بيننا. ويجب أن تنهض الأمة نهضة واحدة، حكاما ومحكومين في موقف موحد لتنظيف بلادنا من هؤلاء الطغاة المحتلون البغاة الغاشمون الذين تفننوا في إيذاء إخواننا في العراق وفلسطين. ونحتاج معهم أن نكنس بمكانس الوحدة الوطنية، أن نكنس بمكانس المحبة بيننا، أن نكنس بمكانس الوعي، أن نكنس كل فضلات العملاء، وأن نكنس كل أذى الخونة والدخلاء. فلا نقبل أن يكون بيننا لا بشخصه ولا بفكره خائن لأمته، خائن لدينه، عميل لأعداء الأمة، مستأجر لديهم، وما أكثرهم للأسف يتسابقون إلى نعال بوش وإلى عتبات البيت الأبيض وقصر الإليزيه، ينطلقون إلى أن يتمسحوا بسادتهم خيانة معلنة واضحة. لا أريد ذكر الأسماء، فإن روائح تصريحاتهم أنتنت الجو وزكمت أنوفنا. نحتاج إلى أن ننظف العملاء والدخلاء بمكنسة الوعي والوحدة واللقاء، ولا نسمح لهم لا أشخاصا ولا أفكارا أن يتواجدوا بيننا، وأن نتصدى لهم. فديننا دين النظافة، وديننا دين الجمال. فإذا كان لم يقبل علينا فضلة طعام، فلن يقبل علينا فضلة عميل أو فضلة محتل على أرضنا. يا عباد الله، هذه نظافتنا تبتدئ من نظافة وتنتهي بنظافة المعنى والساحة والأمة، فافهموها وأدركوها، وهذا هو أثر الإيمان فينا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه. اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، وأنزل هدايتك على عبادك جنا وإنسا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح فساد نفوسنا، وأصلح فساد عقولنا، وأصلح فساد حكامنا، وأصلح فساد علمائنا، وأصلح فساد بيوتاتنا، وأصلح فساد أزواجنا، وأصلح فساد أبنائنا وبناتنا، وأصلحنا ظاهرا وباطنا يا مصلح الصالحين. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا، فأغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، يا غياث المستغيثين، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت الناصر، لا نقهر وأنت القاهر، لا نغلب وأنت القادر. بعينك ما نشكو، وبسمعك ما نشكو. اللهم فكن لنا ولا تكن علينا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد عبادك إليك ردا جميلا، ورد أعداءنا عنا، رد أعداءنا عنا، فإنهم طغوا في البلاد، أكثروا فيها الفساد، صب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك لبالمرصاد. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، كلما هددناهم بك استهزأوا، يظنون أنك غير موجود. يا الله أرهم عجائب القدرة، أرهم عجائب القدرة. أوغلوا في دمائنا، قتلوا صغارنا، انتهكوا أعراضنا، دنسوا مقدساتنا، هدموا مساجدنا، هدموا بيوتنا، سجنوا أحرارنا. يا رب يا رب، القدس في أسرها تناديك، الأقصى في حزنه يبكيك، العراق في نزهه يشكو إليك. يا رب يا رب يا رب، إن لم نكن أهلا لأن يستجاب لنا، فاستجب كرمال الأيابة، كرمال اليتامى، من أجل الأطفال المقتلين، من أجل دمعات الحرائر اغتصبت أعراضها، من أجل صرخات المسرى، من أجل أنين العراق، من أجل آهات المظلومين في سجون الاحتلال. يا رب يا رب يا رب، أنت الملك، أنت ملك الملوك، أنت مالك الملك، تمهل ولا تهمل، فإذا أخذت فأخذك شديد. خذهم يا رب، خذهم يا رب، خذهم يا رب،
خذهم يا رب، ملأوا قلوبنا قيحا، ملأوا عيوننا دمعا، ملأوا بلادنا آهات. يا رب يا رب عجل بانتقامك، عجل بانتقامك، عجل بانتقامك، عجل بغارتك وغيرتك. ما عاد لنا احد سواك ندعو. يا رب يا رب، من للجثث الملقاة في شوارع العراق، من للمغتصبات في سجن ابو غريب، من للمخصوصين في شوارع فلسطين. يا رب يا رب، بكاك الاقصى حتى بكاك دما. يا رب يا رب، ان الاقصى ينتظر استيقاظ امه، واخشى انه قد طال رقادها، فاغثه يا الله، اغثه 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 يا رب. حاشاك ان ترد جباح لك ساجدة، حاشاك ان ترد اعينا لك دامعة، حاشاك ان ترد قلوبا منك وجلة واليك مشتاقة، حاشاك ان ترد كفا مرفوعة اليك. يا يا احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، احفظ سوريا فانها اخر قلاعنا، احفظ الشام واهلها، وحد كلمة ابنائها وجندها، احفظهم من كل فتنة، احفظنا من كل خلاف واختلاف، احفظنا يا رب، واجعلنا الخط المواجهة لهيمنة الامريكان واليهود. يا رب يا رب، عالجنا قبل ان نموت، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ندعوكم يا ايها الاحبة الى القيام باعطاء اولادكم لقاحا ضد الحصبة والحصبة الالمانية، وحماية اولادنا ومجتمعاتنا من امراض فتاكة قد تؤدي الى الوفاء او الى اعاقات دائمة. هذا امر لزومي، فلا تهملوا في صحة ابنائكم، وهذا مظهر من مظاهر جمال ديننا، فسارعوا الى اقرب مركز صحي لاعطاء ابنائكم هذه اللقاحات بداية من الشهر العاشر اي عمر الولد وحتى السبع سنوات، وسيعطى كافة اللقاحات في المراكز الصحية والفرق الجوالة. الا فسارعوا الى حفظ ابنائكم واجيالنا وفلذات اكبادنا من هذه الامراض، وان الله ما انزل داء الا وانزل له الدواء، وقال تداووا يا عباد الله، يقول معلمكم صلى الله عليه وسلم. واذكركم بمحاضرة غد الساعة 8:00، ونحن نمضي في سلسلة وحدة الوعي ووعي الوحدة، وسيكون عنوان غد الساعة 8:00 المساء في قاعة الإيمان: تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا إلى كلمة سواء، ضمن سلسلة محاضرتنا أو محاضراتنا القيمة التي فيها خير الأمة إن شاء الله، وحدة الوعي ووعي الوحدة. وأذكر أخيرا، هذا رجاء أقدمه للإخوة جزاهم الله خير، أتمنى أن يكون السلام بيني وبينهم مصافحة، وأسألكم بالذي رفع السماء لا يقبل أحدا اليد، لا أسمح أن تقبل اليد. ونبهت الإخوة كثيرا، ولكن ما زال بعض الإخوة مدفوعين بحب أو تقدير. التقدير والحب أن تمتثل ما نقول، وأن تترجم ما ندعوك إليه.
فسألتكم السلام بيننا مصافحة، وأتمنى من أي أحد أن لا يقوم بقضية تقبيل يد، وجزاكم الله خير. أقم الصلاة.